التحالفات السياسية أنا أعتقد مرهون بتغير موازين القوى، لكن ليس بالمجمل أن يكون هذا التحالف أو تغيير التحالفات مؤثر على تغيير الخارطة السياسية للمرحلة القادمة. التحالفات السياسية ستكون هي المفاجئة في هذه الانتخابات المقبلة. هنالك الحراك التشريني، أنا يعني حسب ما وصلنا سيدخل هذه الانتخابات بأكثر من قائمة، والمفاجآت ستكون قريبة في هذه الانتخابات. نشهد ربما انعكاسات السياسات الخارجية أو السياسات الدولية والإقليمية وانعكاسات على الساحة العراقية ربما تنعكس سلبا على أداء الواقع العراقي في قائمة الانتخابات.